يعني ربنا الله الذي في السماء أبدا تكون حقا أمر في السماء والأرض كما أردت في السماء تجعل رحمتك في الأرض تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أن تراقب الطيبين أن تفرح من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيضرع حديث حسن رواه أبو داود وغيره. أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية. الرقية هي القراءة على المريض. الرقية هي القراءة على المريض والمكار بأن يقرأ ويلفت على المريض يلهيته، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج، هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى على أصحابه. هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل، وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، شركية وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. فقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المشروع ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عباد وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل. ربنا الله توسل من الله بربوبيته. الذي في السماء كان فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. تقدم أن السماء يراد بها العلو مطلق العلو، ويراد بها السماء المبنية، فإن كان المراد الأول وهو العلو فتكون في ورثية على باب، أما إن أريد المعنى الثاني في السماء يعني سماوات مبنية فمعنى في السماء أي على السماء، فتكون في بمعنى على، كقوله تعالى فسيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل، في يعني على، على جذوع النخل. ربنا الله الذي في السماء هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا وأنه في السماء. أمرك في السماء هو الأرض، المراد الأمر الكوني، لأن الأمر على قسمين، أمر الرب سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول الأمر الكوني الذي يكون الله تعالى به المخلوقات، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لقوله تعالى أفأمر الله فلا تستعجلوه. هذا الأمر الكوني الذي يدبر الله به الخلائق ويخاطب به من يشاء سبحانه وتعالى.
النوع الثاني الأمر الشرعي وهو الأمر الديني الشرعي الذي فيه الأوامر والنواهي، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر ببر الوالدين، الأمر بصلة الأرحام، النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي، هذا أمر شرعي ديني. والمراد في هذا الحديث أمرك في السماء والأرض أي الأمر الكوني، الأمر الكوني نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن، أي الأمر الكوني الذي يدبر الله به هذا الكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى برحمته. ورحمة الله على قسمين، رحمة هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، فالجنة رحمة الله عز وجل، قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والمطر رحمة من الله، قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينثر رحمته. فالرحمة هنا مخلوق، وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والمراد بالرحمة في هذا الحديث النوع الثاني وهو الرحمة المخلوق، كما رحمتك في السماء عمت أهل السماء من الملائكة ومن في السماء، فأنزلها على خلقك في الأرض، هذا دعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، فالله جل وعلا رب الجميع، جميع الناس المؤمن والكافر والطيب والخبيث، هذه الربوبية العامة، الربوبية الخاصة رب الطيبين، والمراد بالطيبين المؤمنون خاصة دون الكفار، الكفار خبثة والمشركون خبثة، وأما المؤمنون فإنهم طيبون. والجنة دار الطيبين، والنار دار الخبيثين، والطيبون يراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والأولياء والصالحين وكل مسلم، فإنه من الطيبين، ومعنى أنه ربهم هذه ربوبية خاصة، ربوبية عناية وتوفيق وإعانة لهم. أنزل رحمة من رحمتك، هذه الرحمة المخلوقة رحمة من رحمتك، أنزلها من السماء وشفاء من شفائك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي الأمراض، وإذا مرضت فهو يشفيه، فلا شفاء إلا من الله عز وجل، ففيه طلب الشفاء من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه التفات لله عز وجل، إثبات الربوبية العامة والخاصة، وفيه أن إثبات العلو لله عز وجل ربنا الله الذي في السماء، وفيه إثبات الرقية الشرعية وأنها سبب للشفاء، لأنها تشتمل على التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وفيه إسناد الشفاء إلى الله عز وجل وإسناد الرحمة إلى الله عز وجل، فهو حديث عظيم
ولكن المصنف رحمه الله ساقه من اجل اثبات العلو، فربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمه، التقدس هو التطهر والتنزه، تقدس اسمه اي تطهر وتنزه عن الاجناس والنقائص، واسمك اي جميع اسمائك، لان المفرد اذا اضيف يعرف، فاسمك اي جميع اسمائك مطهره ومقدسه منزهه عن النقائص والعيوب. نعم. الله لا يضحك من القنوط اقرارا له، وانما يضحك من حاله العبد، من حاله العبد يعني سرعه قنوطه وقرب الفرج من الله، هذا امر عجيب. وكما ذكرنا ان العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، الله يعجب منه وان كان مكروها وممنوعا. نعم. قضينا في الشيخ وفقكم الله، تقدم سبب النزول في ذلك، فكيف يكون عامل الوقت المختلف من مكان الى اخر، وكذلك في ساعه الجمعه؟ يا اخي، هذا السؤال اورده المشبهه والمعطله، والجواب عنها ان النزول الالهي لا يعلم كيفيته الا الله، فانت الان تسال عن كيفيه النزول، وكيفيه النزول لا يعلمها الا الله، فنحن نثبت انه ينزل، وان كان ثلث الليل يختلف باختلاف الارض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير، فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لانه من السؤال عن الكيفيه. نعم. هذا قتل المسلم في حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله، قل للذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا السؤال في حق الكافر الذي تقاطع مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. نعم. آدم هو نبي لا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض، وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا ابن إدريس عليه السلام من قبل نور، ابن إدريس قبل نور، نعم شيء الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم. الله ما من كون أن يكون هذا الآن، إن الله يوفقهم يوم القيامة ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، لا مانع من ذلك. نعم. لا كلام، لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم. الله
يقتل مسلما لا يعرف صاحبه من كثر المسلمين في البلاد. لا 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 يجوز. لكن إذا كان قتله خطأ فإنه لا يراقب لأنه لم يتعمد ولم. ولكن مسألة القتال بين المسلمين إذا حصل قتال بين المسلمين لا شك هذا محرم ولا يجوز. ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجة دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة. ولو كان الصائم مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس ولأن الصائم ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا هذا في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب إلى الله وأسلم وقتل شهيدا في سبيل الله. أما ما بين المسلمين فهذا شيء آخر. قتل المسلم أمر عظيم وخطير حتى إن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل التوبة ولا تلقى التوبة جريمة القتل في العمد العدوان إذا قتل مسلما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع حره وقياله وعدوانه فهو مأذون به شرعا ويقول الظالم هو القاتل والمعتدي. أما القاتل فإنه يكون مأذونا له في ذلك مباحا له ذلك. وإن قتل فهو شهيد من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم. يختلف هذا الاختلاف المؤول. إن كان المؤول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح فإنه التأويل يدرى عنه الخبر. التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في شيء أو خطأ يدفع عنه الكفر لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا أن تأويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطة ويريد دفعا للخوف والمكابرة هذا كافر. إذا كان يعمل للجهلية وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله هل كتب صفات الجاهلية يستحق منها أسماء الله عز وجل؟ العفو الأسماء يستحق منها صفات لله عز وجل وليس الصفات يستحق منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله نحن نسأل جماعة قوموا هذا من الشيطان. الشيطان يجيكم غلاة الظنون لأن هذا يكون في الريح يكبطكم. لا قوموا إن شاء الله ما عليكم إلا العافية وأنتم معذورون إن شاء الله. لا كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول لا صلي مع الجماعة يعني لو صليت مع الجماعة ينتهي هذه مراءة ثم يصلي في بيت. هذا من الشيطان يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك مثل شجاع وكذا وكذا ثم تغفر نفسك يكون هذا رياء. هذا كله تخليل من الشيطان على الانسان ان يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم بصلاه الليل ويقوم تطوع وان شاء الله انه على خير كثير. نعم. إذا أمر الرجل من الناس ثم صلى صلاة الليل ثم صلى صلاة الفجر فهل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدأ من ظروف الشمس كل قيام الليل. لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام
في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر فيه ثواب قيام الليل، لكن كل مساء فهو أفضل، وقيام الليل يتفاضل بعضه أفضل من بعض. نعم. قولنا في صفات الله الذي تتبعه صفات الله كقولنا برحمه واستغفر. نعم، يجوز استغاثه بصفات الله، استغاثه بالله عز وجل، يعني توكل الى الله بصفاته. يا ارحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفرني، هذا من التوكل الى الله باسمائه وصفاته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي توكلوا اليه بها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا يتحلل مكانه قبل الجنه، ثم عاد الى الجنه فساله المراه الثانيه فان له دليل على ان التوبه القصيده فكيف يكون هذا اذا كان المراه الثانيه. ليس كذلك، لم اقل هذا، انا اقول يكون ويعزم الا يعود، فاذا تاب عازما الا يعود، ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد الى الجنه، فهذا غير الذي يتوب وهو في نيته ان يعود من الاول. اذا تاب عازما ان لا يعود بنيه صحيحه قبل الله توبه، فاذا عاد الى الذنب بسبب غلبه الشيطان والنفس فعليه ان يتوب مره اخرى ولا يقلب من رحمه الله. يتوب كل ما اذنب يتوب الى الله عز وجل، انما الكلام في الذي من الاول لم يعزم على الاستمرار في التوبة، وإنما يقول دام الوقت الطيب، ولا دام مكة، ولا دام في المدينة، أو في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس، ويوم منه خلاص كفر عنه سيئاته وأنه إلى حج، فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء. هذا غرور من الشيطان، هذا ما فاد توبة معزومة من الأول. نعم، وإنما فاد توبة موقفة، وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر، فهذا لا تقبل توبته. نعم. قضية الشيخ قال رحمه الله: كيف نعني حينه الوقت في الليل الآخر حتى يتسنى لنا صلاة الفجر؟ يعرف هذا بكتاب الساعة بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، يشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، خلاف فصول السنة طول والقصر، فتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. وقوله لما رفع سبحانه وقاله للذكر ايها الناس توبوا على ربكم
فإنكم لا تدعون عقلها ولا غالبا إنما تدعون سميها المصيرا بعيدا إنما من تدعون أقرب إلى أحدكم من حلف رعيته متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنها في رؤيته فإن استفاقت أن تغلب على ثلاث قبل طلوع الشمس فقد أحسن عروضها تسألون متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه الأحاديث تقرر مسألتين، بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الأسماء والصفات. المسألة الأولى أن فيها إثبات علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن فيها إثبات قرب الله من خلقه وبلوه منهم. المسألة الثالثة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث. الحديث الأول نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من أموال من أموال الخير أو من أموال المغانم مما ولاه الله سبحانه وتعالى قسمته على مستحقين. فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة فقال يا محمد اعجل فإنك لا تعجل تعجل. أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لم يعدل إذا لم أعدل. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. وكان ذو الخويصرة هذا هو أول الخوارج، هو أول أو بدأت الخوارج الذين خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. الشاهد قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني على قسمة الأموال وأن أضعها في مواضعها الشرعية، لأن هذا مما ائتمنه الله تعالى عليه، ائتمنه الله على قسمة الأموال فهو لا يضعها إلا في مواضعها الشرعية. فهو صلى الله عليه وسلم أمين في ذلك. وفي قوله وأنا أمين من في السماء يعني الله جل وعلا، فإن الله أمنه على تبليغ رسالته وعلى تبليغ وحيه وعلى تبليغ أوامره ونواهيه. فإذا كان الله ائتمنه على الرسالة فكيف لا يؤتمن صلى الله عليه وسلم على أمور الأموال والقسمة بين الناس؟ والشاهد من الحديث قوله من في السماء فيه إثبات العلو لله عز وجل وأن الله في السماء يعني في العلو، لأن السماء يطلق ويراد به العلو. وإن أريد السماء المبنية فإن فيه تكون بمعنى على،
وأنا أمين من في السماء، يعني من هو على السماء فوق السماء. على كل حال هذا الحديث فيه إثبات علو الله على عرشه وأنه في السماء أي في العلو. فيه الرد على الجهمية ومن قال بقولهم من نفي العلو. نعم. وقوله والعقل فوق ذلك والله فوق الارض وهو يعلم ما انتم عليه. حديث الحسن رواه احمد وغيره. هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث الاوعال. قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اخر كتاب التوحيد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافات بين السماء والأرض والمسافات بين السماوات بعضها مع بعض، ومسافة في السماء وما فوق السماء من البحر وما فوق البحر من العرش، وأن الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. قال والعرش فوق ذلك، يعني فوق المخلوقات فوق السماوات وفوق البحر وفوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال على خلقه. هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه إثبات أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته كما قال تعالى وهو القائم فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا جارية أن الله قال السماء، قال من قال أنها رسول الله قال اتخاذ من العالمين. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان له جارية يعني مملوكة ترعى غنما له عند أحد، عند جبل أحد شمالي المدينة، فاعتد الذئب على واحدة منها فأكلها، فغضب معاوية على الجارية ولطمها، ثم تندم بعد ذلك وأراد أن يعتقها كفارة لما فعل، لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال ادعوها، فأحضرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها هذه الأسئلة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت أن الله في السماء وشهدت أن محمدا رسول الله، جاءت بالشهادتين، معنى هذا أنها مؤمنة. الله جل وعلا اشترط في اعتاق الرقاب أن تكون مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. الشاهد من الحديث لفيه إثبات أن الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ذلك وحكم لها بالإيمان، ودل على أن من نفى علو الله على خلقه أنه ليس بمؤمن، فمن جحد العلو فإنه ليس بمؤمن، فمن جحد الرسالة والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا قول العتق أنه يكفر الذنوب، فإن معاوية
أراد بذلك أن يكفر الله به عنه ما فعله للظالم لقمه لهذه الجارية الضعيفة. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بهذا اللفظ أين الله؟ يقال أين الله؟ أي في أي جهة الرب سبحانه وتعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للجاهلية أين الله؟ والجهلية ومن تابعهم يشرقون بهذا الحديث وأبغض شيء إليهم أن يقال أين الله، لأن الله عندهم في كل مكان، ليس له مكان عندهم بل هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهم خلولية يقولون بالحلول، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. وقوله أخبر بالناس إن سألنا أن الله لا سأل لنا فيه، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصام. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، هذا في إثبات قرب الله من الخلق. لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الدالة على علوه على مخلوقاته، ذكر أنه مع ذلك مع كونه عاليا فوق مخلوقاته فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فذكر هذا إلى جانب هذا إثبات العلو وإثبات بنيه للخلق وقربه للخلق، لئلا يتوهم متوهم أنه إذا كان فوق سماواته فإنه يكون بعيدا عن خلقه، لا يراهم ولا يسمعهم، تعالى الله عن ذلك. فهو مع قوله فوق مخلوقاته فإنه قريب من عباده، يراهم ويسمعهم ويعلم ما هم عليه، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولا يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا تنافي بين علوه على خلقه وقربه منه، وهذا خاص به سبحانه وتعالى. قوله أفضل الإيمان، هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاعل رد على المرجئة. المرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت. بقية أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يتفاوت، بعضه أفضل من بعض، وأنه يزيد وينقص كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كما قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد ويتفاضل، بعضه أفضل من بعض. فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفساق من هذه الأمة، فإن الفساق وإن كان معهم إيمان ليسوا بكفار، معهم إيمان ولكن لهم إيمان ضعيف، إيمان قليل، وأن هناك من عباد الله من عنده إيمان قوي، إيمان عظيم، الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، بعضهم أفضل إيمانا
من بعض. وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك. أفضل الإيمان دل على أن الإيمان فيه أفضل وفيه مقلوب. ما أن كله إيمان لكنه يتبارك. أن تعلم أن الله معك أينما كنت. فمن بلغ هذه الدرجة وعلم أن الله معه أينما كان فقد بلغ أعلى مرتبة من الإيمان، ويكون هذا في مرتبة الإحسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شاهد في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض المؤمنين يبلغ إيمانهم كأنهم يشاهدون الله عز وجل، ودونهم من يعلم أن الله معه دائما وأبدا، لا ينسى أن الله معه. فإذا علم أن الله معه فإنه يستحي من الله ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، يستحي أن يقع في المخالفات وهو يعلم أن الله معه وأن الله يراه أينما كنت، يعني في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا وحدك أو كنت في ظلام أو كنت في نهار أو كنت في بر أو في بحر، الله معك أينما كنت. لا تتصور أنك تغيب عن الله عز وجل. لكن من الناس من يضعف إيمانه فيغفل عن مراقبة الله له وينسى بسبب ضعف إيمانه، ومن الناس من يقوى إيمانه فيستشعر دائما معية الله له وأنه معه وأنه يراه وأنه يعلم ما يقدر منه، فيخرج عن الذنوب والمعاصي ويستحي من الله. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الناس ينظر إليك فإنك تستحي ولا تفعل شيئا لا يليق، لا سيما إذا كان هذا المخلوق من ذوي الشأن أميرا أو عالما أو له شأن وهو ينظر إليك، فإنك تخف عن فعل ما لا يليق حياء من هذه الشخصية التي هي تنظر إليه. فإذا كان هذا شأنك مع المخلوق الضعيف فكيف لا تراقب ربك الذي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، لا تغيب عن الله طرفة عين، أينما كنت فإن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين إنه هو السميع العليم، إنني معكما أسمع وأرى. فكيف الإنسان يغيب عنه هذا الشأن؟ وإنما هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف المراقبة من ضعف الإيمان، وقوة المراقبة من قوة الإيمان. فمن بلغ هذه المرتبة أن يعلم أن الله معه حيثما كان فإنه ينال أفضل الإيمان. هذه مرتبة عظيمة. والشاهد من الحديث أن الله معك حيثما كنت، ففيه دليل على قرب الله من خلقه ومراقبته لهم، مع أنه فوق السماوات وعالم على عرشه، وأنه لا تنافي بين علومه فوق مخلوقاته ودنوه من خلقه سبحانه وتعالى، لا تنافي بينهما. لا. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقف إذا وجهه فإن الله إذا وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده،
لا سيما اذا كانوا في الصلاه، فان الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده، ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. فالصلاه لا نبيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهذا الحديث ايضا من ادله قرب الله من عباده، لا سيما اذا كانوا في الصلاه، فان الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده، ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. فالصلاة لا أبدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاسجد واقترب، اقترب من ربك. فالصلاة لها خاصية في قرب الرب سبحانه وتعالى من المصلي، وهو قرب تكريم وتكليف وحفاوة للمصلي بالصلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة على سائر الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، وطاق معناها الشكل النقام، يعني لا يبصق في قبلته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قبل وجهه، الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي لأنه يناجيه. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدا عبد. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: مجدني عبد. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: أثنى علي عبد. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله جل وعلا يستقبل المصلي ويسمع مناجاته وقراءته ويجيبه على كل آية يقولها، يجيبه الرب سبحانه وتعالى. على ما يدلكم على عظمة الصلاة وقرب المصلي من ربه. فكيف يليق بالمصلي وهو في هذه الحالة قائم بين يدي ربه، والله مقبل عليه بوجهه الكريم ويجيبه على كل آية يقرأها؟ كيف يليق به أن يسيء الأدب مع الرب فيبصق تلقاء وجه الرب سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، لو كان أمام شخص من أدنى الناس، لا نقول من أعلى الناس، شخص هل يليق بك أن يكفل بوجهه أو توجهك الكفل إليه؟ هذا لا يليق بالمروءة ولا يليق بالحياة، هذا مع المخلوقين، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فلا يبصق تلقاء وجهه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، يبصق عن يساره ولا عن يمينه، لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك الحسنات، الملك الذي يكتب الحسنات، فلا يليق به أن يدخل عن اليمين إكراما للملائكة، لا يبصق أمامه إجلالا للرب سبحانه وتعالى، ولا يبصق عن يمينه إجلالا للملائكة، ولكن يبصق عن يساره، لأن اليسار للأشياء المستأجلة، أما اليمين فإنها دائما للأشياء المستطابة. عن يساره أو يبصق تحت قدمه
هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه لا يبصر في المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه. لقوله صلى الله عليه وسلم البصار في المسجد خطيئة وكفارتها نكره. فإذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما ورد ذلك في بعض الروايات أنه غطق في طرف ثوبه ثم لف بعضه على بعض وقال أو هكذا. إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه أو إذا كان معه منديل أو عند المناديل يأخذ منها ويبصق بها ثم يلف ذلك ويجعله في جيبه أو يخرقه حتى يزول أثره. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى عظم قدر الصلاة. صلاة عبادة عظيمة فيها إكرام عظيم. وقد ألف الحافظ محمد بن نصر كتابا مجلدا سماه تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة. وللإمام أحمد رسالة اسمها رسالة الصلاة. وفيها مؤلفات. الإمام ابن القيم كتب كتابا مستقلا في الصلاة وحكم تاركها. هي عبادة عظيمة. ففي هذا الحديث دليل على عظم قدر الصلاة. حيث إن الله جل وعلا يستقبل المصلي بوجهه الكريم ويجيبه في كل آية يقرأها من الفاتحة. ثانيا فيه ما أشار إليه المؤلف هنا وهو قرب الله جل وعلا من عبده المصلي ودنوه منه سبحانه وتعالى. لكنه قرب ودنو يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى. فهو مع قوله على عرشه وفوق سماواته فإنه قريب من عبده المصلي ويستقبل عبده المصلي. وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. لأنه يعني لا يقاس بخلقه. الإنسان عندما يكون على رأس جبل ولا فوق سقف ولا في مكان مرتفع يكون بعيدا عن من هو أسفل منه. لكن الله جل وعلا لا تنافي بين علومه وقربه. لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهو علي في دنوه قريب في علوه. ثالثا في الحديث أن المصلي يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد. أما من كان في المسجد فإنه يبصق في ثوب أو في منديل ويقضي ذلك. لأن هذا من أدب العبادة والتأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومن التأدب أيضا مع المصلين. لأن يعني المصلين يكرهون هذا الشيء. يكرهون المقام والسفل. إذا كان الإنسان يصلي في جماعة أيضا يحترم الجماعة يحترم إخوانه. نعم. فقوله اللهم رب السماء في السماء ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ثالث الحج والنوى ينزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فبادك الشيء وأنت الظاهر فليس فوق الشيء وأنت الباطن فليس دونك الشيء اقرئ عن الدين وأغنهم من الفقر فواصلهم. هذا حديث عظيم يشتمل على الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته
اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع اقدار، يعني السماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، سماوات سبع، سماء الدنيا ثم التي تليها الى السماء السابعه، ففي كل سماء من خلق الله من الملائكه ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع وأضاف الربوبية إلى السماوات السبع تعظيما لها، وإلا فربوبيته سبحانه عامة لكل شيء، ولكن هذه ربوبية تشريع. رب السماوات السبع ورب الأرض، ورب الأرض العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم. العرش غير السماوات كما عرفنا، فوق السماوات، فوق السماوات البحر، وفوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش رب العرش العظيم. والعرش في اللغة هو السرير، وفي الآثار تدل على أنه عرش عظيم، وأن له قوائم، وأن له حملة يحملونه من الملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه بالعظيم، لأنه لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في غلاف، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة ألقيت في أرض غلاف. فالعرش هو أعظم المخلوقات، لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. وصفه الله بالعظيم، ووصفه بالكريم، ووصفه بالمجيد، مما يدل على عظمته رب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء، ربنا على خطاب أو دعاء من الداعي، ورب كل شيء تعليم بعد تخصيص، فإن ربوبيته عامة وخاصة، هو توكل من الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. خالق الحب والنوى توكل إليه جل وعلا بصفة من صفاته، وهو أنه خالق الحب، الحب حب الدعم من البر والذرة وغير ذلك. ومعنى فارق الحب أن الله جل وعلا يفتح الحبة في بطن الأرض فيخرج منها النبات، يفتحها فيخرج منها النبات والعروق، شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق، وشيء ينزل في الأرض وهو العروق. هي كانت حبة نجسة يابسة، فلما وضعت في الأرض وسقيت في الماء فتحها الله سبحانه وتعالى ودبت فيها الحياة فأنبتت الزرع. من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا خالق الحب والنوى. النوى نوى التمر، يسميه الناس البقم أو العبد، نوى التمر. إذا بذر في الأرض خلقه الله فخرجت منه نخلة، خرجت منه نخلة تثمر وتفيد الناس. من الذي خلق هذه النواة وأخرج منها هذه النخلة الشجرة المباركة الطيبة؟ هو الله جل وعلا خالق الحب والنوى، هذا توسل إليه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. خالق الحب والنوى رد منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل آخر
إلى الله جل وعلا منزل التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله لبني إسرائيل، فالإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا، والإنجيل مكمل للتوراة ومصدق لها وينسخ بعض أحكامها وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ينسخ بعض أحكام التوراة. والقرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فالتوراة باللغة العبرية والإنجيل باللغة السريانية والقرآن باللغة العربية الفصيحة بلسان عربي مبين. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم وهو خاتمة الكتب، فذكر إنزاله لهذه الكتب العظيمة لأن هذه الثلاثة هي أعظم الكتب، وإلا هناك لله كتب كثيرة أنزلها على رسله لكن أعظمها هذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، توسل إلى الله بإنزاله لها. وفي هذا دليل على علو الله لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، منزل التوراة على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأرض. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأن هذه الكتب منزلة من الله غير مخلوقة، وأنها كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسله، فهي كلامه المنزل ليست مخلوقة كما يقول الجهمية ومن تخرج على منهجهم الباطل من نفاذ كلام الله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها. لما توكل إلى الله هذه التوكلات العظيمة جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا، وهو أنه يعوذ به، يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه. بدأ بشر نفسه لأن النفس كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأعظم خطر عليه هو من نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه، فأعظم خطر عليه هو نفسك. إذا وقاك الله شر نفسك فإنك توقى شر غيرها من باب أول. أما إذا لم يقك من شر نفسك فإن غيرها أيضا من باب أول، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس إذا لم يوفق الإنسان لخطمها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه في الشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، دابة يعني ما دف على وجه الأرض، كل ما دف على وجه الأرض يقال له دابة من الآدميين وغيرهم، كل ما دف على وجه الأرض
من الآدميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن كل ما يدب على وجه الأرض فيه شر، فيها شرور هذه. من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها. الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد، كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا، منقادة له، صرفها كيف يشاء، يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر. فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، هذا توسل إليه لأنه آخذ بناصية كل دابة، فإذا شاء أن يمسكها أمسكها سبحانه وتعالى عن الأذى وعن الضرر، وإذا شاء أن يسلطها سلطها على من يشاء من عباده. فأنت تدعو الله أن يحدث عن الشرور هذه الأشياء الذي بيده نواصيها، بدل أن تتقاوم كل دابة وتقف في مدافعة كل دابة، هناك شيء واحد يجمع لك هذه الأمور، وهو أن تلجأ إلى الله الذي خلقها والذي هو ممسك بنوعيتها فيريحك منها. أنت لا تستطيع الدابة عليه الدوام، لو تسلط عليك بعورة والله لا تستطيع، فإن البعورة تحرم من النوم، لا تستطيع كلام. فكيف لو سلط عليك ثعبان، ولا سلط عليك سبع، ولا سلط عليك آدم شرير مسلح يهدده؟ فلولا أن الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذه كلها توكلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توكل أيضا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فلا بداية له سبحانه وتعالى، قديم بلا بداية. والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى الآخر. الآخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فوقه شيء. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأنه فوق مخلوقات، ليس فوقه شيء. وفيه رد على من فسر الظاهر بالظاهر بالأدلة والبراهين، كما تجدون في بعض التفاسير، قال الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده، على أبوبيته. لا، ليس التفسير. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه، ما دام فسر الرسول فلا تفسير لغيره، وهذا في الصحيح. فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وأنت الباطل فليس دونك شيء، القريب. الباطل يعني القريب من خلقه، فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى، ولا يخفي عنه شيئا من خلقه. كل الخلق بالنسبة له سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قريب للخلق، ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه وإحاطته بهم وعلمه بهم ونظره إليهم، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه. ففيه إثبات علو الله على خلقه وقربه
منهم وأنه لا تنافي بينهما. هذا غرض المصنف من مراد هذا الحديث أن فيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الأربعة يقولون متقابلة، أسماء أربعة متقابلة، اثنان لأبديته وأجليته، أو بالعكس اثنان لأجليته وأبديته، أجليته ليس قبلك شيء وأبديته ليس بعدك شيء، واثنان لعلوه ودنوه، أنت الظاهر فليس فوقك شيء هذا لعلوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم. اثنان لأزليته وأبديته واثنان لعلوه ودنوه، فهي أسماء متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، مما يدل على أنه لا تنافي بينها في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا فيه اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في حماية العبد مما يضره ويؤذيه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داب. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان، وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، فإذا وقاه الله شر نفسه هان ما عداه، لأنها عدو قريب بين جنبيك، أقرب الأعداء إليك نفسك. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه ودنوه من عباده، قربا ودنوا يليقان به سبحانه وتعالى. خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، أجلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. نعم. وقولهم لما رفع فخلت اصواتهم بالذكر ايها الناس تربوا على انفسكم فانكم لا تدعون ربنا ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا قريبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم في الحلف معرفته، متفق عليه. الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر، وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، خفضوا، اربعوا يعني خفضوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا ينظر ويرى سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه هو الله جل وعلا سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث فيه إثبات قرب الله من عباده وأنه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، وهذا قرب خاص به سبحانه وتعالى، وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وهو قريب
من عباده، قريب منهم قربا لا يحول دونه شيء أبدا، وأنت الباقٍ فليس دونك شيء. فهذا الحديث فيه مشروعية الإكرام بالذكر إلا في المواطن التي يشرع فيها الجهر، مثل الكلبية يشرع فيها الجهر رفع الصوت بها، وإلا في الأصل أن الأذكار كل ما أسرع بها الإنسان أو أقوى. ثانيا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بأصم ولا غاي. ثالثا فيها إثبات قرب الرب ودنوه من عباده سبحانه وتعالى، لا سيما إذا ذكروه جل وعلا وعبدوه، فإنه يقرب من ذاكريه وعابديه قربا خاصا. وإن كان يقرب من عباده قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر قربا عاما، لكن يقرب من عابديه وذاكريه قربا خاصا تشريفا لهم وإجابة لدعائهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتك، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. تقبل أن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذكر الأدلة ذلك من القرآن، وهنا يريد أن يبين أو يذكر أدلة ذلك من السنة، فذكر هذا الحديث المتفق على صحته: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة، الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاطلاع على سياقها فليراجع كتاب ابن القيم حاج الأرواح، كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، قد ذكر أحاديث الرؤية وساقها وبين تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث: إنكم خطاب للمؤمنين سترون ربكم، سترون يعني في المستقبل، يعني السين للمستقبل للتنبيه، وأما الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع العباد في الدنيا أن يروا ربهم لأن مداركهم ضعيفة وقواهم ضعيفة، لا يستطيع رؤية الرب. لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دس، جبل أصم اندس لرؤية الله بعظمة الله وجلاله، فكيف بجسم الإنسان يستطيع أن يرى ربه في الدنيا؟ لا يستطيع، فالرؤية في الدنيا مستحيلة، ولن يرى أحد ربه قبل الموت. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة، يعطيهم قوى يستطيعون بها رؤية الله إكراما لهم، إكراما لهم حيث إنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروا إيمانا به، عبدوه إيمانا به ويقينا به مع أنهم لم يروا، فالله جل وعلا جزاهم على ذلك أن يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه وتقر أعينهم به، لأن أدب ما على الحبيب أن يرى حبيبا
فهم يحبون الله جل وعلا حبا لا يبلغه شيء، فالله جل وعلا يتجلى لهم فتقر أعينهم برؤيته وتتلذذ برؤيته، ويكون ذلك أعظم مما هم فيه من نعيم الجنة. إنكم سترون ربكم، هذا وعد، وعد من الله أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رغم أنوب الجاهلين والمؤولين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. القمر كل يراه الآن في الدنيا، القمر خصوصا ليالي الإبدار 14 و15 حينما يتكامل كل يراه من أهل الأرض الذين هم في الوجه الأرضي المقابل للقمر، كل من كانوا في الوجه الأرضي المقابل للقمر فإنهم يرونه جميعا في ديارهم وفي منازلهم وفي أي مكان كان، كل يرى. كذلك أهل الجنة يرون ربهم كل في مكانه في منازلهم، ولهذا قال لا تضامون في رؤيته، لا تزاحمون يحكم زحام يضيق ضيق كما يرى الشيء الخفي. الناس يتزاحمون إذا كان هناك شيء خفي، يتزاحمون على رؤيته، ربما يحصل ضغط ودهس في الأقدام من أجل أن يروا هذا الشيء العجيب. أما رؤية الرب جل وعلا فإنها ليس فيها ضيم وليس فيها مزاحمة، كل يراه وهو على كرسيه أو على مجلسه في الجنة، رؤية حقيقية، رؤية نعيم ولذة، يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينهم حتى يروه عيانا بأبصارهم، ويعطيهم الله أبصارا قوية يرون بها الرب سبحانه وتعالى. فلا ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر هي ليلة 14 أو 15 التي يتكامل فيها ضوء القمر حتى يصبح واضحا يراه أهل الأرض كلهم. كما ترون القمر، وليس هذا من تشبيه الله بالقمر، وإنما هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فإن الله لا يشبهه شيء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تضامون، عرفنا معنى أن لا تزاحمون ويحصل غيل، وإنما كل يراه في سعة وفي راحة. فإذا كان القمر يراه الناس في راحة في الدنيا ولا يتزاحمون، فالرب جل وعلا يراه الناس من باب أولى. وفي رواية لا تضامون، تضامون بتشديد الميم بمثل لا تضامون، لا تضامون يعني لا تزدحمون، مثل ما يحصل عند رؤية الشيء في الحبل يحصل زحام ومضامة، وإنما كل يراه مخليا به سبحانه وتعالى. فإن استطعتم، بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي تحصل به هذه الكرامة، السبب الذي تحصل به هذه الكرامة هي المحافظة على الصلوات. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، لا يغلبكم شغل ولا تجارة ولا نوم ولا كسل، لا يعوقكم عائد عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فإن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات لحضور الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم، يشهدون معهم صلاة الفجر ويشهدون معهم صلاة العصر، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم
يصلون يشهدون لأهل الإيمان بالصلاة. فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يسبب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ملكين صحيح، ملكين عن يمين يكتبون الحسنات، الذين يكتبون الحسنات. وقبل الدخول في الإجابة على الأسئلة نبيهكم إلى أن باقي الأسبوع ليس فيه شيء، أن عندي سفر، يعني ليلة الثلاثة وليلة الأربعاء ما في شيء، وإنما إن شاء الله يوم الجمعة. نعم. هكذا أمر النبي. لإزالة الأذى وخلاف اليمين فإنها تستعمل فريد الملك أم فريد الملك؟ فريد الملك معنى واحد لا فرق. نعم. في قوله تعالى وفي الأرض الكريم، هل كلمة الكريم تعود على الأرض جل وعلا على الأرض؟ وكيف يكون الأرض كريما؟ الكرامة من لفافة الشيء يقال له كريم، كما يقال الأحجار الكريمة يعني النفيسة. فالكرم مراد به النفاسة والجودة، فالكريم العرش الكريم يعني النفيس الجيد. نعم. ما هو من الكرم الذي هو العطاء والبذل، لا، الكرم الذي معناه النفاسة والجودة. نعم. فلا يتناهى الله تعالى عبده واجبه بالصلاه مع عدد المقربين، فاذا كان هناك عدد كبير من المقربين يؤثر الصلاه في هذا المعرض فكيف يقابلهم الله ويكلمهم معه؟ هذا بالنسبه لنا اسقاط الناس كثيرين، اما الله جل وعلا فانه قادم على كل شيء. يا اخي الله جل وعلا يدعوها اهل الارض كلهم واهل السماء في آن واحد، ولا تختلف دعواتهم بالنسبة له سبحانه وتعالى. لا تغلقه كثرة الدعوات ولا كثرة الداعين ولا كثرة الحاجات، فأنت لا تقيس الرب على المخلوق. يقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عدة أشخاص أو خط أو عشرة صفوف من الناس في آن واحد. نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. نعم. وغير في الشيخ حفظكم الله، قد نسمع أن نقول إن الإحسان درجة المدرجات في الإيمان، بمعنى أو جميع إلى هذا الحديث وحديث جبريل على الإنسان أو معنى أحوله في هذا الحديث. لا شك أن الإحسان أعلى درجات الإيمان. نعم. وغير في الشيخ حفظكم الله، ما معنى قوله تعالى أولا في السماء إله وفي الأرض إله؟ معناه انه معبود، اله معناه معبود، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الارض سبحانه وتعالى. نعم. وفي الشيخ حضره الله وتجوز هذه البضاعه، ان الله في السماء بذاته ومعبوده بغيره وقدرته. لا فيها محذور، ان الله فوق السماء، لا تبل في السماء الا اذا اردت العلو في السماء، يعني العلو. نعم، إن الله في السماء بذاته. نعم، هذا
أو تقول فوق السماء يكون أوضع وأبعد عن الاتباع فوق السماء بذاته هذا طيب. وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ورؤيته وسمعه وبصره، ليس معنى أن معهم بذاته مختلف ذهن، لا ما يدوم. نعم نقول هو فوق السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته، إذا قلنا بذاته صار على مذهب الحلول والعياذ بالله. نعم. وفي الشيخ رحمكم الله قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.